أو يؤدي بك إلى إيذاء الناس أو أن يؤخذ من حسناتك لهم، كف عليك هذا. وبالحديث عند الترمذي أن معاذ رضي الله تعالى عنه جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بعمل يجمع لك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، كف عليك لسانك. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني يا رسول الله، لم تقل إن الذي يجمع لي كل هذا الصدقة لفضلها، ولا الجهاد لعزته، ولا الحج ولا العمرة، وإنما حذرتني من اللسان وهو صغير في جرمه لكنه كبير في جرمه. يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا معاذ، ما الذي يجعل الظهر يجلد إلا حصاد اللسان عندما يقذف المحصنات؟ يا معاذ، ما الذي يجعل الإنسان يؤذى أو يسجن أو يؤخذ ماله أو ربما قطعت رقبته إلا بسبب هذا اللسان؟ ما الذي يجعل الإنسان يغتاب أو ينم أو يكذب إلا بسبب هذا اللسان؟ قال: يا معاذ، وهل يثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أثر اللسان، ويذكر عليه الصلاة والسلام أنه ربما أفسد هذا اللسان على العبد حسنات قام بها الليل وصام بها النهار. عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له حال امرأة، وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها، قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. المرأة تصلي الليل، تصلي الضحى، تصلي السنن الرواتب، تقرأ القرآن، تصوم، لكن فيها عيب واحد، أنها لا تستطيع أن تضبط لسانها، تغتاب جارتها وتسب الأخرى وتنقل الكلام إفسادا بين هذه وهذه. قالوا: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قال يغفر لها ذلك لأن لها جبال من الحسنات؟ يعلم عليه الصلاة والسلام بخطر اللسان، وأن صلاتها وعبادتها نفعها بينها وبين ربها، أما لسانها فربما شتتت به أسر، ويتمت به أطفال، وطلقت به زوجات. قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا فلانة بصلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم لما سأله أبو موسى أي الإسلام أحسن، أي الإسلام أفضل، قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما قال أحسن الإسلام بأن تصلي الليل وتصوم النهار، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بما أثره يتعدى إلى غيرك. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له الجنة. ولما جلس صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي مع زوجه عائشة رضي الله عنها، وذكرت له عائشة صفية إحدى زوجاته، وتعلمون ما يقع بين الضرائر من الغيرة، فقالت له عائشة: يا رسول الله، حسبك من صفية، يعني يكفيك ذمًا في صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مه، يعني أصمتي يا عائشة، مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة من عظمتها ومن نتنها، لو أردنا أن نخففها بمياه الدنيا بماء البحر لأفسدت علينا ماء البحر. وماذا قالت عائشة؟
قالت حسبك من صفية أنها قصيرة، يعني كيف يعجبك حسنها وجمالها وفيها هذه الصفة أنها قصيرة؟ فبالله عليك، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سمع بعض الناس يذم الآخرين في كرمهم فيصفهم بالبخل أو يصفهم بالقبح أو يصفهم بالحقد والضغينة وسوء الخلق، أو ربما زاد على ذلك فصار يفسد بين الناس وينقل الكلام، كيف يكون حاله؟ إذا كانت عائشة تقول يا رسول الله صفية قصيرة ودفعه إلى هذا شيء فطري عند المرأة الغيرة، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تعظيما منه عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة. ولذلك أيها المسلمون، كان السلف رحمهم الله تعالى الصحابة ومن بعدهم كانوا يشددون على أنفسهم في اللسان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها المسلمون، رحم الله امرأ إذا أراد أن يتكلم بكلمة فكر فيها، هل هي ترفعه عند الله؟ هل يدخل السرور بها على إخوانه؟ هل هي من كلام المباح الذي يتناقله الناس؟ أم أن فيها غيبة لأحد؟ أو فيها إخراج ضغينة؟ أو فيها نوع من سب ولعن؟ أو فيها إثارة لعداوات سابقة تكون بين الناس ربما ثم أثارها هو فيهم وذكرهم بها؟ يتفكر في كلمته، كما قال بعض السلف يقول وددت لو أن لبعض الناس رقبة زرافة حتى إذا خرج الكلام من قلبه لا يصل إلى لسانه إلا بعدما يتفكر فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنه كان يشير إلى لسانه ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تحذر اللسان، تقول له إنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم، كم جنى اللسان على الظهر فجلد الظهر بسبب كلام أخرجه اللسان، أليس الذي يقذف المحصنات يجلد في ظهره؟ كم أخذ مال وغرم الإنسان غرامة مالية فجنى اللسان على المال، جنى على اليد وما كسبت، وكم حبس اللسان الرجل عن المشي بسجن بسبب كلام تكلم به اللسان. ذكروا أن أحد الأمراء السابقين خرج مرة في رحلة صيد، فلما كان بالليل سكر هو ومن معه، فأخذ يتندر من معه ليدخل عليه الضحك، وقال له أحدهم يا أمير لو ذبح رجل على رأس هذا الكثيب فإلى أين تظن يصل دمه؟ إذا سال الدم هل سيشربه التراب مباشرة أم أنه سينزل كثيرا؟ إلى أين تظن أن ينزل دمه؟ وكانوا سكارى، فقال الأمير ننظر، اذبحوه فوق هذا الكثيب. قال إنما أمزح. قال اذبحوه لننظر أين يصل دمه. فصعدوا به وأوثقوه ثم ذبحوه. فلما كان في الصبح ووعى قال أين نديمي فلان يفطر معي ويتحدث؟ قالوا ذبحناه البارحة. قال من أمركم بهذا؟ فأخبروه بالقصة، فقال سبحان الله رب كلمة قالت لصاحبها دعني، رب كلمة تقول لصاحبها لا تتكلم بي، أنت ستأتي لنفسك بمشاكل، لا تتكلم بي، أمسك لسانك، رب كلمة قالت لصاحبها دعني. كم من امرأة طلقت بسبب كلمة، يا ليتها تركت الكلمة ولم تتكلم بها. كم من شاب طرد من بيتهم وحصل بينه وبين أبيه مقاطعة بسبب كلمة خرجت منه على والده. وكم من أخ وأخيه تقاطعا بسبب كلمة رماها أحدهما على الآخر في مجلس ولو أنه تركها لكان خيرا له.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان السلف أيها المؤمنون يشددون على أنفسهم في الكلام المباح، فما بالك بغيره. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يوما لبعض من عندها في البيت، قالوا لها تريدين الغداء؟ ولم تكن جائعة، فقالت لا، قالوا قد صنعناه، يعني صنعنا الغداء. فقالت هاتوا المائدة نلهو بها، نتسلى عليها، ليس حاجة لكن نأكل من أطرافها، هاتوا المائدة نلهو بها. ثم قالت أستغفر الله، ألهو بنعمة الله وغيري قد لا يجد طعاما؟ ثم أمرت أن يتصدق بالطعام، وجمعت مالا واشترت به عبدا مملوكا واعتقته توبة من هذه الكلمة، وإن كانت ربما تكون صغيرة عند بعض الناس. ولذلك أيها المسلمون، حرص المرء على أن يحفظ لسانه وأن يكون متفكرا فيما يقول، حذرا محذرا لغيره، هذا الذي يحفظ الله تعالى به حسناته ويكفر سيئاته. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يجعلنا من المؤمنين بالله واليوم الآخر الذين إما أن يتكلموا بخير أو يصمتون. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسان